بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، نصلي وسلم على صحبه وكرم مرسل سيدنا نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين، حياكم الله واهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد، لقاءاتنا الاسبوعيه عن ماده نجل 141 جزء الاعمال التجاريه. اعتذر عن التاخير، لكن كما تعلمون تاخر وقت صلاه العصر الان، وما بعد عماده غير توقيت، فبنضطر ناخر المحاضره ربع ساعه حتى ننتهي من الصلاة ثم نبدأ الدرس، وسوف نعوض أي نقص إن شاء الله تعالى، سوف نعوضه إن شاء الله، فما راح نطلع من بنتي المنهج إن شاء الله، ما راح ننتهي من هذا الفصل إلا وقد انتهينا منهجنا كامل بإذن الله تعالى، ما في خوف إن شاء الله. وصلنا المحاضرة الماضية، طبعا ما استطيع الحضور ظروف صغر المحاضرة الماضية، المحاضرة في قبلها وسوف نعوضها، يعني راح ناخذها إن شاء الله. طبعا نكمل 12 لقاء بمشيئة الله تعالى. وصلنا المحاضرة الماضية صفحات، أعتقد انتهينا من صفحة 45، وصلنا صفحة 46 اللي تخون الذاكرة ولا غلطان، ذكرونا يا أخوان أخوات. أخت سارة صفحة 46 صح؟ نعم. طيب صفحة 46 مش عندنا، هنا عندنا مكتوب فوق كلشر فايل، الملف الثقافي، الملف ايش؟ الثقافي. الأمر يسير جدا جدا جدا، الملف الثقافي قبل ما نروح الملف الثقافي أنا ماني عارف صفحة 113، شوف صفحة 113 في عندنا نص لا أعلم حنا قرأناه ولا ما قرأناه، أعتقد قرأناه 113 7.3 هذا قرأناه صح؟ الجزء الثاني من الكتاب، انتهينا من صفحة 113 وجاوبنا على التمرين الكتاب صفحة 43. طيب صفحة 114 موديول 7.4، موديول 7.4 سارة. طيب 7.4 الأمر فيه يسير، بنقرأ جميع الآن قبل ما نروح لصفحة 44، نروح لصفحة 114، 4-5 سطور بسيطة جدا. مش مكتوب فيها عندنا مجموعة أمثلة، مجموعة أرقام 2A we usually get about 200,000 hits on our web pages every year. We usually get، حنا غالبا يجينا about، يعني تقريبا حوالي 200,000 هيت. لو ضغطت على انتر، اذا قلت لك هيت انتر يعني اضغط على انتر، هيت معنى يضرب وضربه، وتجي بمعنى اضغط على الضغطه بالضبط، هذا المعنى. اون اور ويب بيجز افري يير، يدخل على انتر المواقع، اذا دخلت فوق كتبت apple.com ثم ضغط انتر، يحسب موقع ابل كم واحد ضغط انتر على موقعهم بالطريقه هذه، فيعرفون كم عدد يدخلوا وإيميلاتهم بعض الأحيان وأسماءهم ومواقعهم، يعني المعلومات التي تأتي من هؤلاء التجار والشركات ضخمة جدا. طيب الرقم كيف كتب؟ عندنا ثلاث أرقام من اليمين، ثم جاء عندنا فاصلة، ثم ثلاث أرقام من اليسار، فأخذنا قاعدة قلنا كل ثلاث أرقام من اليمين، من اليمين تذكروا نضع فاصلة، نضع إيش؟ فاصلة، هذا استخدام من استخدامات الفواصل. طيب South Korea's population is 48,379,400 people. طيب population معناه عدد السكان، population معناه عدد، تعداد السكان يسمى، تعداد السكان يسمى population. لاحظ ثلاث أرقام من اليمين، ثلاث أرقام في النص، آخر رقمين نحط بينهم فواصل، ثلاثة ثلاثة. طيب
to see there have been 84,700 visits to our website this year. كم زيارة موقعنا هذا العام؟ وبسايت على موقع 4,700. لاحظ ثلاثة أرقام عاليين بعد الفاصل. 2D the population of Japan is 127,300,000 people. تعداد سكان اليابان كم؟ 127 مليون نسمة. الرقم مو بسيط ترى، أكثر من سكان مصر. طيب لاحظ ثلاث أرقام، ثلاث أرقام، ثلاث أرقام. طيب 2E there are 462,481,000 Spanish speakers in the world. كم عدد السكان اللي يتكلمون اللغة الإسبانية؟ Spanish speakers يعني اللغة الإسبانية. تقريبا نص مليار، 452 مليون. طيب 2F we aim to sell over 375,000 units this year. نحن نستهدف، aim معناه نستهدف، target goal. بعض البنوك يحطون target للموظفين، معنى تارجت يعني هدف الوصول إليه. يقولك أنت الشهر هذا لازم تكون معاملاتك والتجارية مليون، مليون ونص، على غالب البنوك يسوق على الموظفين كذا. We aim to sell، نحن نستهدف أن نبيع over أكثر من 375,000 وحدة هذا العام، يونت يعني وحدة. طيب نرجع لصفحة 46، نرجع صفحة 46. لا ما عندنا يسير، خذنا هذه الأرقام قريناها وشفنا معنى كلمات اللي فيها عندنا كم كلمة. يقول لك at the table، انظر إلى هذا الجدول. culture file الملف الثقافي، job mobility الانتقال في الوظيفة والتحرك والترقية من مكان إلى مكان، هذا معنى job mobility. طيب تطور وظيفي. موبايل متحرك، mobility الحركة، حركة العمل، حركة الوظيفة، انتقالك من مكان إلى مكان في الوظيفة نفسها، انتقالك من وظيفة لوظيفة أخرى، هذه كلها تسمى job mobility. طيب انظر لهذا الجدول، look at this table which gives، الذي يعطي results، نتائج of a survey، لاستطلاع، survey معناها استطلاع، of full time and part time employment، للتوظيف الجزئي والكامل، among بين between 18 to 24 years old، بين أناس تبلغ أعمارهم من 18 حتى 24 عاما، 24 عاما، in different countries، في دول مختلفة، في دول مختلفة. How many times have you changed jobs؟ كم مرة غيرت وظيفتك؟ هذه حركة وظيفية. طيب لاحظ never، never يعني أبدا، لا، once يعني مرة واحدة، twice يعني مرتين، three times ثلاث مرات، four times أو أربع مرات أو أكثر. الدول قدامكم من ألمانيا، جيرماني، جابان، كوريا، USA. never لاحظ عندنا جيرماني 56.4 اللي قالوا أبدا ما قد غيرنا أكثر من نص. اليابان نفس الكلام، أمريكا 27% الغالبية يغيرون. شوف الاكسرسايز 2، الاكسرسايز الثاني يقول use the information in the table، استخدم معلومات الجدول to answer the questions below، الإجابة على الأسئلة تحت. In which countries do the highest percentages of young people؟ في أي من الدول do the highest percentages of young people؟ يكون النسب الأعلى للشباب. واحد اللي هو A، never change jobs، وش أعلى دولة؟ الحرف بس تقول أول حرف. طيب never change jobs، ألمانيا بالضبط. طيب B change jobs once، اللي غيروا وظائفهم مرة واحدة، أعلى شيء. عندنا هنا ألمانيا والولايات المتحدة. طيب change jobs twice، اللي غيروا وظائفهم مرتين، أعلى نسبة عندنا وين؟ اي نعم صح. طيب اللي عنده غير وظيفة مرتين، اعلى نسبة عندنا وين؟ في امريكا بالضبط. طيب دي change jobs 3 times، اللي يغير وظيفة ثلاث مرات، ايضا كوريا ولا غلطان؟ بالضبط. طيب
تشين جابس 4 تايمز اور مور، هي ضيفت 4 مرات او اكثر امريكا. لاحظ امريكا استقرار وظيفي فيها اقل من دبي، او يعني التحركه الوظيفيه فيها شديده. طيب دو ذا ريزلت سربرايز اف سو واي، ما عين مهم ايش الكلام. طيب useful language تحت. I think it's a good idea. It's a bad idea to change your job often because I think. شو التعبير هذا؟ أنا مركز هنا، أركز على طريقة التعبير. I think أنا أعتقد it is a good idea إنه فكرة طيبة، أو it is a bad idea أو فكرة سيئة to change your job أن تغير وظيفتك. كيف لاحظ عبر التعبير هذا؟ هذا يسمى useful language، تعبير لغوي مفيد. طيب اللي بعده employers like workers، هو الموظفين. employers like workers هو اللي يحبون العمال الذين، ايش معنى employers؟ الموظفين، يعني موظفين، لا في عندنا موظفين وموظفين، هنا اسم فاعل، الشخص اللي يجيب ناس يشتغلون عنده الشركة، هاي تسمى employer. طيب يحبون العمال المسلمين بالعمل، يحبون كذا. If you change your job many times، إذا غيرت وظيفتك عدة مرات، then ربما ثم قد، هذا معنى الجملة هنا. طبعا إذا غيرت هذه جملة شرطية، جواب الشرط غير موجود. طيب If you change، If you stay at the same company all your life، إذا بقيت كل حياتك في الشركة نفسها. If you stay at the same company، stay at the same كمان، هذا تعبير أيضا شرطي، جملة شرطية، جواب شرط غير موجود. You will be happy، you will be better، أي جملة أخرى. هنا عندنا بعض التعبيرات مثل if، إذا، employers، عندنا موظفين، I think، أنا أعتقد. هذه جو بعض التعبيرات الجيدة، واحد يعني يكون عنده يغير فيها شوية. طيب كذا نكون انتهينا من الوحدة. طيب شو مطلوب من وحده؟ اذا مرتين قاعده او قاعدتين في صفات نقاط الفاصله عند قاعده الاي ان جي ضبطها، انتبه لها. الامر الثاني معاني كلمات اللغه بالنهايه مفردات. طيب هذيك تمسكها، ابي اللغه هذه تكون براسك، لا تروح بعيد. كيف تكون براسك؟ اراجع معاني كلمات. باطل هو كثيره، ما عندك مشكله تحفظ، تقدر تحفظه عشان بالاختبار لو شفت سؤال تقدر تجاوب. السؤال ما راح يجيك بالعربي، راح يجيك بالانجليزي. فإذا ما فهمته بالانجليزي كيف راح تجاوب؟ هذا هو الحاصل معنا. نروح الآن صفحة 47، الوحدة الثامنة. الوحدة الثامنة الأمر فيها بسيط جدا، ليس أصعب من الوحدة السابعة. نعم making plans، صنع أو وضع الخطط. making plans وضع أو صنع الخطط. ناخذ لمحة عن الوحدة هذه. Announcing company plans. Announcing يعني إعلان. الإعلان هنا أعلن في المطار يسمى announcement، إنه إعلان عن الرحلة الفلانية، إعلان هذا يسمى announce. طيب announcing company plans، الإعلان عن خطط الشركة. طيب I am pleased to announce our latest plans. I am pleased to announce. أنا مسرور. كيف عبر هنا؟ كيف عبر؟ قال I am pleased to announce our latest plans. I am pleased. أنا مسرور. كيف قال مسرور؟ pleased. pleased نفسه معنى يسر. pleased مسرور. to announce our latest plans. عن خطوة الأحدث. our objective. objective معناها هدف. يعني goal إيه. نفس goal. is to increase the number of customers worldwide. هو أن نزيد. increase معنى يزيد. the number of customers، عدد الزبائن. worldwide يعني على مستوى العالم. A2 talking about company objectives، تتحدث عن أهداف الشركة. what objectives do you have for the future، ما الأهداف التي عندكم للمستقبل. what objectives do you have for the future. We want. هنشوف السؤال الجواب هنا، راح نشوف إيش معنى هذا الكلام، وراح نشوف إيش فيه هنا. We want to expand the chain. نحن نريد أن نوسع السلسلة. expand يعني يوسع.
تشين سلسله. طيب السلسله هذه اللي يمسكون بها الدرجه الناريه اللي يقفلون فيها البيبان ايضا تسمى تشين. تشين اسف تشين. تشين نفسها سلسله عاديه ونفسها سلسله المطاعم. طيب وي ار جوينج تو اوبن ذا 10 نيو هوتيلز. احنا سوف نفتتح 10 اوتيلات جديده. طيب هناك بعض القواعد بسيطه راح نمر عليها ان شاء الله بسيطه جدا. 8.3 A business trip. Trip معناه رحلة. رحلة عمل. I am visiting Hong Kong next month. سوف أزور هونغ كونغ الشهر الجاي. هذه داخل إلى قاعدة بسيطة جدا. I am coming back on the 27th. أنا راجع في 27. I am going to work on the new hotel project. أنا سوف أعمل على مشروع الهوتيل الجديد. طيب أربعة 8.4 numbers percentages. percentage معناها النسبة المئوية. مرة ثانية قبل شوية شفتوا 88% 8% شو نقولها في إنجليزي percentages. جودوا لي الكلمات هذه. طيب أنتم أعمال أنتم محاسبة ما يصرح أنه يتخرج منكم واحد مو عارف الكلمات هذه. listening practice. Listening practice. ما راح يكون عندك راح ناخذ القراءة عادية. طيب A new project. مشروع جديد. We plan to open in 3 years time. إحنا نخطط أن نفتتح بعد 3 سنوات أو في خلال مدة 3 سنوات. طيب That's not going to be a problem. هذا لن يكون مشكلة. There will be a business center. سوف يكون هناك مركز أعمال. Business center. كل مراكز الأعمال اللي بالفنادق تسمى business center. يكون في طابعة وارقة صدور كمبيوتر. Culture file. الملف الثقافي. Business travelers. يسافروا الأعمال. هذا يطلع بشنطة صغيرة ويروح يسافر منه ومنه. طيب هاي يسمى business travelers. راح نشوف نص بسيط عن هؤلاء. Vocabulary عالمي. نشوف الوكابلري وش عندنا من كلمات وكابلري من مفردات. announce قلنا يعلن عن. طيب مو دعاية advertise. announce يعلن عن. طيب carbon emissions انبعاثات الكربون سمعتوا فيها كثيرا انتم. carbon emissions انبعاثات اللي من السيارات من المصانع. carbon footprint. footprint معناها اثار الكربون. facilities معناها المرافق. franchise يمنح حق الامتياز. انتم عندكم تخصص محاسب لو جاء هرفي او كودو وقال ابفتح في مدينة او محافظة بيشة مشكلة من المشاكل اللي كان يواجهها سابقا القطاع الاعمال عندنا في السعودية انه ما في نظام امتياز. شو نظام امتياز؟ يجي سارة او يجي احمد او يجي عبد الرحمن يقول الله انا يا هرفي ابى اشغل لكم فرع عندي في بيشة او في رفحة او في عرعب. طيب الادارة بالرياض ما يقدرون يصلون هناك او ما يبون يصلون هناك. يكون صاحب او الادارة او الشركة تكون هناك صعب ان نراقب فرع هناك. يسوون يقول طيب انا اعطيك حق امتياز أعطيك أزودك بالتموين اللازم. التموين بالنون وليس باللام. فأعطيك أنا الدجاج واللحم والخبز وأعطيك اللوحات وشكل الديكور. تدفع أنت التكلفة وتأخذ مني كل شهر بضاعة بقيمة مثلا 20,000 30,000 ما لي شغل فيك. صرفها بيوم بليلة بشهرين ما لي علاقة. عندي تاريخة عندك أنت تسويق تصير أنت تدير هذا الفرع ولي عليك أن هذه المبالغ والباقي لك. سابقا بالسعودية ما كان عندنا نظام حق الامتياز. هذا النظام صدر مؤخرا يمكن قبل 5 سنوات عشان حفظ حقوق الناس. لأن بعض الأحيان يجي واحد يقول يلا أنا بيشتغل يعطونه الفكرة يعطونه التمويل يعطونه كل شيء ثم كذا يروح يغير اسم المحل يكتب والله حلوي آفاق كودو ولا لا هرفي. تعرفون بعض الكلمات اللي فوال الطائف فوال فوق الطائف ولا جبال الطائف ولا. طيب
هو بهذه الطريقه سرق الفكره، سرق الاداء ونسبها لنفسه وترك الناس. تضرر الفرانشايزر اللي هو اللي يمنح حق الامتياز. طيب هذا معنى فرانشايز، من حق الامتياز بالبزنس، واضح؟ انترنت اكسس، انترنت اكسس، دخول على انترنت. اقول ازاي انترنت اكسس ان ذا هوتيل، انا عندكم في امكانيه الدخول على انترنت في هذا الفندق. طيب يكفي نقول واي فاي، يكفي تقول واي فاي، انترنت اكسس. اكسس كلمه دخول، فتقول انا ما عندي اكسس على النظام، انا ما عندي دخول على النظام، ما اقدر على النظام اشوف اكسين بيانات. طيب اوبجكتيف قلنا معنى هدف. باكجينج تغليف التعبئه، باكج باك علبه، باكجينج اضافه العلبه، يعلب التعليب. ريسايكل يعيد التدوير، اخذ المنتج ويعاد تدوير، اما يحول الى شيء اخر ويستخدم او نفسه يعني يعاد استخدامه. تيريتوري منطقه، تيريتوري معناها منطقه. 8.1 اناونسنج كمباني بلان، الاعلان عن خطه الشركه. بس خلنا نتاكد الى اخر كتاب في نص نقرا 8.1. نعم قبل ما نقرا خلونا ناخذ الكلمات نقراها ثم نرجع نقرا النص. match the words A to G with the definitions. match the words، ناسب الكلمات in A to G with the definitions، مع التعاريف. definitions معناها ايش؟ التعاريف. اول كلمه an objective، هدف، وش يناسبها؟ اعطوه الرقم بسرعة يلا. أربعة، نعم صحيح، target or goal. goal هدف، target قلنا دائما البنوك يحطونه، يحطون الموظفين target يقول لازم تجيبه. طيب B to increase، أن تزيد سرعة. increase يزيد. يعني أعطونا الرقم يلا. رقم ثلاثة get bigger، يصبح أكبر. get bigger يعني يصبح أكبر. طيب get معنى يحصل، إيه معنى يحصل، لكن إذا كان وراها صفة غالبا يصبح معناها يصبح، يصبح معناها يصبح، يتغير معناها إذا تصبح كلمة يصبح. طيب get bigger يعني يصبح أكبر. a branch، branch فرع، أي فرع للبنك سمى برانش. طيب وفروع الشجر أيضا تسمى برانش، برانشز. طيب اللوكال أوفيس هي رقم خمسة، برانش يعني لوكال أوفيس، مكتب محلي، لوكال محلي، مركز محلي. الأوبرتونيتي، أوبرتونيتي معناها فرصة، فرصة عمل، فرصة ليس تشانس، في عندنا تشانس فرصة، فرصة تطور مطار، فرصة لهطول الأمطار تسمى تشانس برين. طيب ما نقول opportunity، الفرصة التجارية هي opportunity. طيب تحت مكتوب لك a chance or possibility، فرصة أو إمكانية. طيب فرصة أو إمكانية. E franchise يمنح حق الامتياز. رقم واحد a license، رخصة to run a business، لإدارة business اللي هو عمل. using باستخدام تريد مارك، الاسم التجاري، الاسم التجاري وشو نقوله بالانجليزي؟ تريد مارك. of another company، لشركة اخرى، لشركة اخرى، هذا يسمى فرانشايز. اللي بعده a region، رقم اثنين يناسبها اف، territory منطقة بمعنى region. آخر واحدة عندنا to announce، نصفها مع رقم ستة to say something important، أن تقول شيئا مهما، هذا المعنى announce. نروح للنص صفحة 114 مديول 8.1. good morning، شوفون هذا اللي جنب رقم 49. good morning ladies and gentlemen، صباح الخير سيداتي سادتي. And many thanks for coming along today. وشكرا لمتابعتكم لنا اليوم. coming along مع بعض.
هذه coming along مع بعض يعني قطعة واحدة معناها متابعة. This morning هذا الصباح I am pleased أنا مسرور. I am pleased لأعلن to announce أن أعلن the latest plans الخطط الأحدث of our for our company لشركتنا. As you know كما تعلمون يوسوشي serves تخدم يوسوشي over أكثر من 3.5 million customers a year أكثر من 3.5 مليون في السنة زبون طبعا in over 50 restaurants worldwide في أكثر من 50 مطعم worldwide يعني على مستوى العالم في جميع أنحاء العالم around the world. We have branches in the UK أن عندنا فروع وين in the UK في المملكة المتحدة UK اختصار United Kingdom Moscow Dublin اللي هي عاصمة أيرلند دبي and كوالالمبور in ماليزيا. انتبه ماليزيا تنطق ماليزيا ماليزيا كأنها شاء زي آسيا نقول آسيا. Our objective هدفنا for the future للمستقبل for the future development التطوير المستقبلي of you sushi brand the market you sushi لاسم you sushi is to increase هو أن نزيد our number of worldwide customers لزبائننا على مستوى العالم. To do this للقيام بهذا we are going to increase the number of franchises نحن سوف نزيد عدد من حق الامتياز in other territories around the world في مناطق أخرى من العالم أو حول العالم. We are going to expand نحن سوف نتوسع to over 100 restaurants لأكثر من 100 مطعم in the next 3 years بعد 3 سنوات خلال 3 سنوات القادمة. We are not planning نحن لا نخطط to franchise our UK restaurants لا نخطط لمن حق امتياز لمطاعمنا في المملكة المتحدة يعني ما راح نعطيها الواحد يديرها احنا راح نديرها. But for those interested لأولئك المهتمين in international franchises لأولئك المهتمين بمن حق الامتياز الدولي يو سوشي offers تعرض يو سوشي offers يعني يعرض وكتب معنى عرض special offer exciting opportunities فرص جميلة فرص مذهلة. Now الآن if you would like إذا حببتم to look at our projected figures إذا حببتم أن تنظروا إلى أرقامنا المعروضة figures أرقام projected معروضة على البروجيكتور. طيب هذا معنى figures توقف الجملة هني كانهم انقطع البث أو انقطعت المحادثة. طيب لاحظوا مجموعة أرقام الكلام هنا كله على الشركات وعلى من حق الامتياز وعلى التوسع و طيب نروح صفحة 47 عندنا فراغات بسيطة جدا شوفوا قفل خلقنا كريمة حقها بسطة يلا. Listen to a marketing manager اللي قبل شيء كان يتكلم يسمى marketing manager مدير تسويق market سوق marketing تسويق manager تقولي ما عرفها هذه مدير from the restaurant chain من سلسلة المطاعم يو سوشي طيب من سلسلة مطاعم يو سوشي at a press conference في مؤتمر صحفي هو كان وين كان في مؤتمر صحفي سمى press conference. Complete the sentences أكمل الجمل يو سوشي serves over 3.5 million customers زي هذا الفراغ موجود نصنا في المأخوذة من نفس النص. طيب B they have branches in the UK Moscow Dublin Dubai and Kuala Lumpur in Malaysia. طيب اللي بعده their objective هدفهم is to the number of customers هدفهم يسوون بالزبائن ويزيدون عدد الزبائن. D they are going to increase the number of international franchises يرغبون ان يزيدوا عدد من حق الامتياز الدولي.
يا ماك بلانينج تو فرانشايز بير، نحن لا يخططون لمن حق امتياز دي their UK restaurants أو their UK branches فروعهم في المملكة المتحدة، في المملكة المتحدة. أجف وقتنا وانتهى. طيب أجف وقتنا وانتهى. فإذا في سؤال استفسار أرجو كتابته، إذا لدي سؤال أرجو مغادرة كرم من الأمر مشيئة الله تعالى. سنلتقي الليلة وراح نكمل واحدة الثامنة كاملة، ممكن نخرب التاسعة بعد. طيب طيب سارة الله يوفقنا وإياكم. طيب ما يخالف، أنا اليوم فتحته من ذا مناقشة، أنا فاتحة من قبل من ذا مناقشة. أنت قصدك من أسس من ذا مناقشة ولا أفتحه فيه إن شاء الله نفس من عندكم؟ اليوم شيك عليه ما في شيء. آخر سؤال أنا كاتبه ولا يهمك، لا بد نزله ونزله ما نفهم شيء.